بعيدة. موت. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد وتتمت لعبات دايز غون أيام ورمضات في الحلقة 14. لا تنسى أن تضع لايك وسبسكرايب، وهيا بنا نبدأ الحلقة 14 من تختيم هذه اللعبة الأسطورية والرائعة على بركة الله. آخر مرة كنا بقينا أنا وريكي، مهم دابا غادي نمشي أنا وريكي في مهمة جديدة، هيا بنا. أقرأ شوية الصوت. أين أنت يا ريكي؟ يلا هذه لاست لاك، معقل أو معسكر ايرون ميك. دابا فين غادي نمشيو أنا وريكي؟ الله أعلم أين الوجهة، الله أعلم. تفضل. اوكي، من اسبوعين بالضبط فقدنا شخص لما ده باظ وجهاز التنفس اللي في العياده وقف. قناع تنفس فعلا يا ريكي؟ بص حواليكي، لو معتمد على قناع تنفس هنا هتموتي. ولو كان ده بوزر؟ ايوه انا برضو قلت كده. بص احنا ما كانش عندنا طاقه لحوالي سنتين، بس المحولات وخطوط الكهرباء كويسه على الأقل، كويسة هنا. عايز أروح الشمال أبص على السد الكهرومائي وأشوف هو ليه مقفول. لا لا، مرافقة الركاب دي وظيفة سكازو، مش محتاجة حد معايا. أنت عشت هناك وأكتر واحد عارف المكان. أكيد ديكن طلبت مساعدتي صح؟ دلوقتي ردها لي. قضيت لك مهمة ديك، قضيت لك مهمة نسيتي. تمام كويس، هروح واجيب حد من اللي بيعرفوا يسوقوا. لا ده مش هيحصل. لا هنروح في صمت، ولو قابلنا رجاله كوبلند هنتعامل معاهم، بس عايزك تعرفي ان الغابه مليانه ممزقين وسفله ومين عارف ايه كمان. عايز عدد اكبر كده هنجذب انتباه اكتر. ايوه بس لا احنا هنعمل ده بطريقتي. اكيد زفت زفت. بص يا ريكي، لا تبيني عن الليله اياها في العياده. كنت هضرب النار عليك. أنا رجل الغابة فعلا. من النظرة اللي على وشك دي كنت هاخدك برا الأول وبعدها هضربك بالنار. مش تبي أكيد مش عايزة الدم يملى العيادة. بالظبط. تهدد ريكي، تهدد ديك. هيا بينا غادي نمشيو بالموتور. لو حركنا بدري ممكن نرجع قبل ما الليل يجي، مادام مفيش حاجة غلط هتحصل. ايه الغلط اللي ممكن يحصل؟ انا وراك ريكي. ما تيحمل ديكن، ما تيحملو حتى شي واحد في اللعبه، لاحظتو تحت ما تيحملو. امشي بس على الطريق اللي انا حطيتو على الخريطه علشان الصديق ديالو الروح بالروح ما بعيد عنهم. لا علاقه راكم شي ديما كي. طب انا عمري ما سالتك. يلا على بركه الله نذهب في مهمه جديده مع ريكي. ولما انا رجعت كان كلهم مشي. الليل اتربيت في قريه صغيره برا بورتلاند، تحكي لي على حياتها. وبرجع بيتي اخر الاسبوع. المدينة الكبيرة. ايوه ده صح، في اوريجون. بس كان ايه الحال هناك؟ اقصد ازاي خرجتي؟ مش عارفة، يمكن كنت محظوظة. كل السكك للشط كانت زحمة اوي، كأنها موقف ضخم للعربيات. وادي واللامت كان ساحة حرب، كل حاجة حصلت بسرعة. انا طلبت من اصحابي يخرجوا لما مشيت، بس ما حدش سمع كلامي. انا سمعت ان هم فجروها بورتلاند. سمعت كده انا كمان، بس شكلها اشاعة. كنا هنحس بالتفكير. بورتلاند، مدينة بورتلاند. ايوه انتي وادي عندك مشكلة؟ انا لا ارجوكي، انا بس مش عارف، كنتي بتلفي معانا من وقت كتير. اظن اننا ما اتكلمناش في الموضوع ده. كنت زيك، الموضوع كان مش عارف، يمكن البعد شوية كان طريقة كويسة عشان تفضل عايش. اسمعي، ما كانش المفروض اسأل، مش من حقي. ده سبب وجودي في المعسكر. انت عارف دي فرصة عشان اعيش من جديد. الفضول التوفيق في ده مش حاجة بجد. ادي وانا الموضوع مش كده بالنسبة لي. ايوه تمام، الاحداث بتجري بسرعة الايام دي، عارف قصدي؟ ما سألتش، عايز اقول على حاجة. اضرب. انا بصي، انا مقدر مساعدتك ليا انا وبوزر، اقصد على ايرون مايك.
واو، بدأت تبقى لطيف. بداية. انت عمرك ما شكرتني على حاجة. يمكن انا مش لاقي اي سبب لده. ماشي، امال انت رحت فين مع ايرون مايك في اليوم ده؟ لحظة، انت قلتي انه فعلا كلمك عنه. كان بيتكلم بالعافية شوية. انا اعرف ايرون مايك من زمان، بس بصراحة انا عمري ما شفته مكتئب كده قبل كده. هتروح فين؟ معسكر شيرمن. سمعت انه كان معرض للنسوخ. هو ده، بس ما فيش اختيارات كتير. انا معسكر شيرمن، انا عندي فكرة شوية عن سد الكهوف ومنع الحشود من الدخول. هو عارف مكتب متطلبات التعدين، احنا خدنا خرائط، هو هيمشي ورا اثر المتفجرات. اشارة اللاسلكي مشوشة، شكلك اتطوعت للتخاريف دي. مش شوف الحلقة اللي فاتت، الحلقة الماضية. المهم نمشينا انا وايرون ميك. ماشي، لقينا الخريطة. الخريطة هي اللي كاينة فيها المتفجرات. المتفجرات فاش غتفيدنا؟ بالنسبة للخطة اللي داير بيكن مع ايرون ميك هو انهم غادي يفجروا كاع الكهوف اللي كيخرجوا منها الممزقين الفريكرز. هذه هي الخطة، باش يحاولوا ما امكن ينقصوا من الفريكرز اللي منتشرين. هذه هي الخطة، البلان. مشوار طويل، مشوار طويل يا ريكي. طيب قربنا من السد، هدي سرعتك وانت عند البوابة. ما عنديش اي فكرة عن اللي ممكن يكون هناك. فهمت، قربنا نوصله. اوكي، وصلنا اخيرا. المكان شكله فاضي. هذا معمل. في مشاكل؟ ايوه، دايما لو واجهنا مشكله هنموت. تعالى، عايز افحص ضغط الميه. ضغط الميه فين؟ هنا. سمعتوا الفريكرز الممزقين كاينين هنا موجودين. بغيت تفحص الميه. كيفاش تفحص المياه؟ لا لا لا، استنى كده غلط. لازم اندفع المياه يبقى اكتر هنا. ايوه سمع ده. ايه بالظبط؟ لو التوربينات شغاله كنت هتسمع صوت دوشه الخطوط من هنا. اوكي، هذا سد. اللي حصل ايه؟ نفس الحاجه حصلت لكل الجسور. قرر الرجاله الاذكياء اللي بيلبسوا لبس موحد ان تدميرها يحمينا من الحشود. حشود اللاجئين ولا حشود المسوخ؟ طيب اكيد فكرت في رجاله زي كوبلند. اللاجئين والمسوخ، كاينين اللاجئين والمسوخ. تمام، اللاجئين هما دوك القرع الاصلعين، والمسوخ هما الفريكرز. دوك هما المسوخ. يلا دابا كاينين جوج، كاينين اثنين. هادو فريكرز. هادو اللي كتشوفو فلاش، نشوفو واش كاين ذخيره هنا. عندي ماكس بالتخير. هادوك اطفال ديال الفريكرز، شوفهم فوق. يلا يلا كتسنينا، يلا هيا بينا. باش ناخذ هادي ممكن. اوكي وصلنا. تعال والمس ده. تعال. ايه ده؟ طيب حاسس بحاجه؟ لا بالظبط. لو ضغط المياه كويس كنت هتحس بالاهتزازات. يلا دابا جينا هنايا على ود المياه. غريب. من الطريق ده احنا هنروح للقمه. اخر الطريق ده وراكي. شايف الانابيب دي؟ بيقولوا عليها مواسير ضغط مجاري المياه. المياه بتطلع من الخزان بسبب الضغط، وبعد كده تدخل المواسير دي من شده اندفاع المياه، وبعدها تروح على التوربينات على طول. ازاي بتعرفوا الحاجات دي؟ خبيره. عندي اخين اكبر مني بيصلحوا العربيات مع بابا. جاب لي شغلانه في شركه بوينج وانا عندي 17 سنه. كنت خبيرة. بروح المدرسه عشان ابقى مهندسه قبل ما الدنيا تتدمر كده. ما شفتهمش تاني؟ ابوكي واخواتك؟ لا. العائله. أين الوجه يا ريكي؟ يلا على. أنا معاك. خلينا نشوف إيه اللي حصل. أوه، على المويه. مويه السد. الموضوع هيكون مسلي.
واطي ايه دلوقتي ايه؟ استني بتعمل ايه؟ بتعوم. لفينا سوا كام شهر، طول الوقت ده ما شفتكش ابدا. بتتطوع في حاجة، لازم حد مننا ينط تحت ويحل المشكلة. ايوه ريكي هبطت المويه. الموضوع مقرف فعلا، بس ما افتكرش هقدر اصلحه. ارجع للتوربين بسرعه. توربين وشوف لو في اي ذبذبات. اوكي هي هبطت تصلح المشكل في المويه، وانا غادي نبحث على الذبذبات. اين هي الذبذبات؟ اوكي من هنا. ولا حاجة، لحظة واحدة. اهو هناك، هايل، نفع. سمعتوا دابا الصوت؟ الصوت قوي ديال الماء، الموية. اوكي غادي نرجع لعند اوكي صافي. حاسس بالاهتزازات؟ ايوه بس خديتي المهمه. ايه بس هو مش بالسهوله دي صح؟ طيب تمام، يلا نشوف المحاولات. اي محاولات؟ طيب قوليلي ايه اللي حصل لابوكي واخواتك؟ معرفش. حاولت اكلمهم كذا مره وانا راجعه، بس قصة الشبكه كانت دايما مشغوله. لما رجعت البيت لقيته بقى مهجور، كان الحي كله مهجور، كان في بوسترات كتير في كل حته، اوامر اخلاء. رحت اقرب معسكر للاجئين بس لقيتهم اقتحموه. المسوخ كانوا في كل حته بعد ما قتلوا الكل. مش ممكن يا ريكي، انا اسف. ايوه ده كان من زمان. وبعد يا ريكي، وبعد شنو هاد المهمة جبتيني ليها؟ ايش ده؟ دي الخطوط الرئيسية اللي بتزود الخطوط الجنوبية. طيب عندك فكرة اللي بيحصل هنا؟ لا ما عنديش فكرة. تمام وبعد؟ يمكن في نقص في صناديق توصيل الأسلاك للتوربين. يلا بينا على الجنوب. اوكي الموية اتفقنا. تمام تم تسريح الماء. طيب ايه اللي بينك وبين سكيزو؟ اقصد شكلك دايما عايز تقطم رقبته. من كم شهر لقيته انا وادي مستخبي بيبص علينا واحنا بنستحمى. خبر بيتجسس على الناس. قلت له لو كرر ده تاني خبيت. هديله درس ما ينساهوش. خبيت يا سكيزو خبيت. عارف لو ادي كانت هناك افتكر ان سكيزو غالبا ما كانش بيبص لك. ده كل اللي قدرت اعمله عشان ما تكسرش رقبته. ما تحاولش تهزر مع واحدة بتعرف تستعمل مشرط. اوكي حلو الباب. يا ارفعني. تمام تمام فهمت. تمام افتحي. تمام سيب لي البوابة. افتح. يلا قلت الاتصالات موجودة قريب من هنا. اوكي هادي خرجونا اخرجنا شي وحشين. ايه الريحه الغريبه دي؟ عشش المسوخ باينه قوي من ريحتها الجامده. اكيد خليكي قريبه. يا ليل الليل عش. كاين عش ديال الفريكرز. عاكي مولوتوف قد ايه؟ كفايه. تمام فاكره ايه المفروض نعمله؟ انت هتولعي النار فيهم وانا هقتلهم. غريبه عدى وقت طويل بس انا لسه. اوكي هي غادي تشعل المولوتوف وانا غنتكلف بيهم. اوكي يلا لازم تولع. خديت مولوتوف. بقى شي وحده. انا بلاتي بانت لي انا شي وحده. جايين. لا 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 يا سعيدة. موت.
ماشي. جايزة. جايزة. فينك يا ريكي؟ ريكي. لازم تولع. يلا. شالي. مستعدة؟ مستعدة؟ هيا بنا. اطلق النار. اطلق النار على هؤلاء الأغبياء. تعالوا تعالوا تعالوا. موت. موت. موتي. اوكي. حرقنا الأشوش وقتلنا الفريكرز. هم ما بيحبوش الزوار مش كده؟ تقدري تلوميهم؟ يستحسن يتعودوا. أنا من النهاردة هعمل ده علشان معسكر لوست ليك. القوة للناس. لوست ليك. طيب يلا نشوف صناديق الأسلاك ونخرج من هنا. صناديق الأسلاك. خلصنا. مستعد؟ أيوة. تمام. أخيرا شغلت الأنوار. شغل تحفة. ما كنتش هنجح من غيرك. طب بقول لك ايه، داك الشيء علاش كان عندهم مشكل في الكهرباء في لوست ليك، وجاو دابا هنا صلحوا المشكل. المشكل اللي كاين في الكهرباء، مولد الكهرباء. اوكي الان امال بتسال لي عن ابويا واخويا؟ اكيد. اش اخبارهم؟ مش عارف واش حوالهم. عمرك ما جبتي سيرتهم قبل كده. بصي انا اسف لو يعني مش عايزه تتكلمي عنهم. لا مش مشكله. الموضوع ده فكرني بحاجه عايزه اسالك عليها لما كنا بنتمشى. ما هي؟ طيب يا ريكي مش دلوقتي. ريكي بيساليني بعدين. يلا يلا يا ريكي. استنى استنى. يلا. وات؟ تقولش لي كاين شي خرج لينا. ما سالتنيش قبل كده ليه بطلت اسوق معاك انت وبوزر؟ كان المفروض اسال. عارف السبب؟ بسبب ايرون مايك. ايرون مايك. يا خبر يا ريكي، يعني ده مهم دلوقتي؟ سوقنا سوا من حوالي، حقيقي مش فاكره، جايز شهرين. ديك ارجوك. على فين؟ تمام تمام. كان في ليله فاكراها كويس جدا. كان التلج مالي الشارع، وكان وبوزر كان صوته عالي وهو نايم. كنت حاسه انه هيجيب المسوخ لحد عندنا. ايوه تمام، ده ما اتغيرش قوي. عامه انت افتكرت ان الكل نايم وقعدت لوحدك سرحان ومشغول زي عادتك وبتفكر في حاجه. انت ما نمتش طول الليل. ايه وبعد؟ خليني اشوف الصوره. وات؟ اي صورة؟ يلا ارجوك. اي صورة؟ عندك صورة يا ديك؟ ما قلت عليها. اها صورة سارة. وقتها انا عرفت. صورة سارة. اني مش عايزة اكون زي معظم الناس هنا، مسجونة في الماضي او بهرب منه. انا بس بحاول افكر لقدام. فهمت؟ مش لورا. اللي انت شايفاه ده غلط. ماشي. الغيره تغير مين صار. وات؟ بتعملي ايه؟ شكون هادو اللي جاوا؟ انا شفت العلامه على ظهره. احنا أوكي. من معسكر لوست ليك وايرون مايك معاهده. اش كدوري؟ لا 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 لا، هادو ما يرحموش. هذيك السحابه رانا سعاديين. بلاش يركب. خلي بيني المشكله من امتى وانت بتروحي الاستراحه؟ عقيد يا خبر. انتوا بعيد قوي عن بلادكم يا هبل ولا ايه؟ لا موش ايه بتركعوش ايرون بيوت زحفين تدوروا على الفلانتع اللي خرجتوا منه. كنا هاتك اللي بنا بقى موش. موش راحت الشمال شوية صح؟ ها؟ مش عايزين تبعدوا اكتر عن كارلوس صح؟ موش الحقيرين الكلب. يلا فينكم ريكي. تعالي ايش خايفه ليش؟ يلا تعالوا
اجوا الكلاب اجوا. موت. حقير حقير. ايه رايكم نسيبكم هنا تنزفوا ها؟ هتنبسطوا كده كلكم ها؟ ها؟ هو ده اللي عايزينه؟ يلا يا كلب هو ده اللي عايزينه؟ موشو موشو يا كلاب. ريكي 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 فين يا ريكي؟ ها 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 اوكي اجي. لا مش ممكن. يلا 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 موشي تروحوا في داهية المكان هناك عندكم مناسب ولحظة دي صح؟ اخ الكلب ان شاء الله اخ هذا ما كيموتش هذا كيموتش. لا 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 كان يقتلني. خذ خذ علاج اجي الكلب دابا. اوكي تعطفش هذا مات. اوكي خذ 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 ريكي. وينك يا ريكي وينك؟ خذ ذخيرة موسيقى رهيبة باش ناخذ ذخيرة. خذ 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 يلا يا ريكي. باقي شي واحد هنا؟ لا ليس بعد باقي واحد الكلب هنا. انتظري انتظري يا ريكي انتظري. فين شو؟ انت هنا؟ اجي. متهيألي ده اخر واحد منهم. اوكي اخر واحد. مش عارف. مرة زمان اتعاملت مع شوية ناس بيتصرفوا كده. متهيألي دول بياخدوا ممنوعات او اي زفت تاني. فاكر عمدة الحمام؟ الاسم ده اتشهر مرضى مرضى ينتشر مرضى نفسي. كل حاجة. ايوه صح. تعالى فعلا نشوف لو بوظ الموتوسيكلات بتاعتنا. خلاص. اتمام المهمة. ايرون مايك هتستمر مع السفلة دول؟ مش عارفة. الممزقين الملاعين بعد اللي عملوه في دراع بوزر واللي عملوه كمان في ليسا ايه؟ ده كان موجود في ايد حد منهم. ايه اللي حصل؟ هو انت وبوزر طردتوا الممزقين قبل ما تسرقوا المضادات الحيوية؟ انا معرفش. بصي ايا كان ظن كارلوس ايه ده ما يقارنش باللي هعمله في القذر ده لو شفته. يلا لازم نمشي. يلا 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 يا دي كان بعد اتمام المهمة مع ريكي. خلينا نشوف المحاولات ونتأكد انها شغالة كويس. اوكي دابا العودة الى لوست لاك لوست ليك ونشوفوا الكهرباء واش شغالة كويس. لحظة انا عندي سؤال. ما هو؟ وانا همنعك. ازاي وصلت نادي الموتوسيكلات؟ قصة طويلة. عندنا رحلة طويلة. طيب انا كنت عضو في الجبر العاشر جزء من وحدة امامية بتشتغل مع التحالف الشمالي. سف ما كنتش عارف انك دخلت الجيش ليه؟ عايزة تسمعي ولا لأ؟ اسفة. كنا رايحين ناحية مزار شريف لما مجموعة من طالبان طلعوا علينا من الطريق التاني. كانوا في عربيات نقل مسطحة متحملة بأسلحة ZU-23 متعدلة مخصوص لمضادات الطيارات. مدافع.
مدافع كبيرة فعلا. عربيتنا الهامفي انفجرت ووقعت من المنحدر على طول في نهر هاري. متخيلة بشعة الغرق في أفغانستان؟ حاجة صعبة. كان هو في الجيش. المكان كان صحرا شاسعة رهيبة. كان في الجيش. يبقى يتكلم يهضر على حرب في أفغانستان مع طالبان. قمت عشان أشوف لو حد لسه عايش. ساعتها رجعت للشط ساحب جثة واحدة وعملت كده 7 مرات لغاية لما طلعت التانر الحارس بتاعي. كنت انتهيت. ولما رجعت وطني مش عارف، أنا اشتريت موتوسيكل سوقته على الطريق لمدة 2 سنين بتنقل من مكان لمكان. و لفيروال كبرت في المنطقة دي صح؟ تمام. طيب بمرور الوقت استقريت أخيرا. اشتغلت في محل موتوسيكلات بيديره واحد عجوز اسمه جاك، وهو اللي ماسك النادي، يعني الرئيس زي ما تعودنا نسميه. هو اللي ضمني في النادي بنفسه. لحظة جاك، فاكرة ان جوزر كان بيتكلم عنه كان في السجن تقريبا. حصلت شوية حاجات وحشة وانتهى الموضوع وهو بيتلام عشان النادي. شكله كنتوا قريبين. وصلنا للوست ليك. ايه ده؟ بس اكيد في عطل صح؟ عطل في الكهرباء. تاني الصبح تحضري العدة اللي هنعوزها عشان نصلح الحاجات البايظة وبالمرة المسوخ يبقوا اقل. يعني مفيش دش دافي النهاردة؟ تمام، بس عايز اوريك حاجة الاول. لا ريكي، ده كان يوم متعب. بس انت تعرف كتير عن المسوخ. هوريك حاجة ممكن تكون ما تعرفهاش. عموما احنا مش بعيد عنها. زفت. تمام يلا. عشان غادي توريني زي ما قلتلك قبل كده، وانا اقدر اوقفك. انت ليه لسه مخلص قوي كده؟ مش عارف قصدك ايه. قصدي ليه لسه لابس شعار النادي؟ انت وجوزر اكيد ما بتحاولش تجلد اعضاء تاني دلوقتي. شعار نادي نادي الموتوسيكل. لا اللي كان فيه بيلبسوا الشعار كل اسبوع. دي كان مع بوزر. سألتهم عنه وقالوا لي انهم بيعبروا مع جاك هذاك اللي عود عليه مع ريكي. كان في نادي موتوسيكل وكان يديره شخص اسمه جاك. في ايه؟ اقصد اني ماليش دعوه ببوزر، بس انا مش بقول اي كلام. هو بس ماليش دعوه ببوزر وصديقك. اقدر اقول ان انا عملت حاجات كتير غبيه في حياتي، بس نادي الموتوسيكلات يعني خلينا نقول انه من الحاجات اللي انا مش بندم عليها. اوكي، فين جابتني عاوتاني؟ ريكي، احنا بنعمل ايه هنا؟ انا شفت قطر نيرو للميتين وكمان مليان حشود. بس الموضوع مش كده. جبتني الحشد. ها؟ ايه القرف ده؟ اتفرق. او قصدك ما نزلتيش تحت وشفتي؟ لا، قربت منهم قبل كده وعدد كبير منهم فضل يطاردني. كأنك هديت عش دبابير. يلا نخرج من هنا اللي نقرب. حشد. جابتني نشوف حشد. ماشي ماشي. على العموم في اليوم ده انا شفت حاجة مش هتصدقها. استنى، وانت ازاي عرفت الموضوع ده؟ رصدناهم كذا مرة في مناطق من لوست ليك. زفت. يهمك في ايه؟ هم مش من هنا عشان يساعدونا. من الصوت باين ان هم بيضربوا نار. مش مهتم. شكلك مهتم. وصلنا للوست ليك اخيرا. أهلاً.
كنت فين مع طول اليوم؟ وانا مبسوطه اني شفتك. ايوه سكيزو قال انك مشيتي مع ديكن وكنت قلقانه. ادي انا تعبانه تمام. اوه ده شيء عظيم يا ديك. شكرا. ماشي قولي لي لما تستعدي عشان نصلح المحول. انا معاكي طبعا. محول الكهرباء تفهد. انت ايه مشكلتك؟ لا لا انت اللي ايه مشكلتك. وات مالك؟ لسه قايله اني تعبانه صح؟ تمام انا اسفه. زي ما انا قلت انا كنت قلقانه لانك في الغالب ما بتمشيش قبل ما تقولي لي. تمام ما تكوني انت وخلاص كده. انت طبيبه طبيبه المعسكر، ما دخلك بالامر وما دخلك بحياه ريكي. اوكي كملنا المهمه الان. ايه الاخبار بلير؟ ليس هناك أسلحة جديدة. أوكي نأخذ الأمو. أيوة حلو. أوكي أوكي تمام. هو ده اليوم اللي مش هيرجع تاني. أوه أهلا. بصوا لده الوقت تأخر جدا على مهمة في الطينة. أيوة حاجة وحشة جدا مش صح يا سكيزو؟ سكيزو سكيزو بمناسبة سكيزو يا ترى إيه اللي عمله طول اليوم؟ شكله طالب في الجامعة. أذهب إلى النوم والاستراحة حتى الصباح بعد هذا اليوم المتعب مع ريكي. على رأي بوزر السرير مستنيني. السرير مستنيني على رأي بوزر. ننام حتى الصباح حتى يصبح الصباح ويرتاح ديكن ونذهب في مهمة جديدة. مستعد للشغل؟ لا 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 مازال مازال. خذ 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 نوم خذ نوم حتى الصباح. خذ نوم. انا غمض عيني شويه. غمض عينك غمض غمض. ساخرج في الصباح الباكر. هذا هو الجو الرائع. طيب ماشي هيا بنا نكمل المسيره. هيا بنا نركب على السفينة ونمشي على المدينة. Let's go. نمشي ناخذ الموتوسيكل الموتور باش نبيعو واحد اللعيبات. عامل ايه يا صاحبي؟ بونشي ايه الاخبار؟ خد خد خد. اوه اوكي استنى. اوكي نمشي. 780 متر على المهمة الجديدة. أهلا أوكي. بي. نمشي من هنا من الطريق. هيا بنا يا ديكن. أهلا ريكي انت هنا؟ انا هغيب شويه وعايزك تغطي مكاني. سكيزو هيستغرب انا خارج ليه ومش فارق معايا. اهلا يا ديك في ايه؟ بوزر ليه؟ انا مش عارف هو محبط بس لحتو. انا العلاقه بين ديكن وريكي ديكي هضره معاه. ما اعرفش العلاقه. اعتقد اني هطلع الجبل في تطور والموتوسيكل رجعوا. الاول ما كانوش حاملين بعضياتهم. طويل عشان تروحوا ماشي. انا هلاقي طريقه تانية. هتغطي مكاني ولا ايه؟ ايوه والان العلاقه كيف كتشوفوا؟ العلاقه اصبحت حلوه. تطور في العلاقه بين ريكي وديكن. اوكي قربنا نوصل للمنطقه. اوكي المنطقه هنا. اوه الثلج فجاه اصبح ينزل الثلج. هطول الثلج. أوبراين أنا عند مركز اتصال قريب من معسكر كريك. مفيش حاجة هنا. ثانية. ماشي هكون هناك
عملية ميدانية في أي وقت عارف هتعمل إيه، حاول. أيوه عارف اللي هتعمله، حاول بس ما تتسببش في قتلي وأنا بتجسس. سنت جون حول. هذا أوبراين. جاء هليكوبتر. معك أوبراين، أنت هناك؟ أيوه، عايز تقول إيه؟ قصدي آخر مرة اتكلمنا كان شكلك خايف قوي. أنا ما خصيش استعمل المطار. أوكي. أعلى مني، مش عايزين نعرف اللي بيحصل. كنت هتكشف. أقول لك حاجة، أنا مش هدي هليكوبتر نيرو. معلومات عن سارة. هنا عندي مهمة جديدة. بس هياخد شوية وقت أعتقد، لازم تصبري. واضح إن ما عنديش أي اختيارات، صح؟ المجموعة دي مش تبع وحدتي، فمش هقدر أراقبهم بعد العملية دي. أنا عايز أركب جهاز تتبع على الطيارة بتاعتهم، فهمت؟ أوكي. وعايز هدي ندير جهاز تحكم. تجسس على الولد اللي لابس بدلة فضاء. أيوة، في طلبات تاني؟ تمام، خلي بالك من نفسك. إشارتك كانت مفتوحة قبل كده، ما تفتكرش إن أنا كده. هذا خصو يتحرك. ده يعتبر بحث مضاد. أوبراين حول. أنا مش فارق معايا إنت هتسميني، أنا اللي بخاطر بحياتي. كله تمام. وصل. صفي فيه 10 عساكر. يا خبر. شوفني. كويس. يلا يا مان. ليكم حالكم. اسمع عني. هذا خصو يتحرك. جاندي طب خلي هذا ينفي. صافي درنا جهاز التحكم. اوكي، تمت المهمة بنجاح وبعد. اوكي، لازم نقسم شيء عند ذاك الخبير او الخبيرة. اوكي، هذا حتى سمع حاجة. سير 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 سير. هذا في بنزين كفاية، انا اتأكد. سير هنا. بلاستن هذاك الطابلو اللي كتشوفوا الفوق خصك تبقى حتى يكمل، يعني لاستن وضعيه الانصات، ما دير حتى شي حركه، بقى هنا حتى تكمل. انا اسف، ما قدرتش امنع نفسي من نتصمت عليه. الخبير البيولوجي العسكري. ايوه، حاجه زي كده. طيب، بتلبس جواهر، ايه المهم في ده؟ اعتقد ان الحاجات دي هنا من سنتين، حاول ادينها شفينا وفي بعضها. ايوه، اربط ساعه ذهبيه في قرد سنتين واطلقه في الغابه، بص على اللي هيحصل بعدها. طيب فهمت. الساعه دي شكلها جديده فعلا. طيب، ده معناه ان الحاله اهتمت بيها او لبستها او يمكن لبستها من فضلك. انا كنت فاكر ان كلكم مختلين عقليا. ايوه ده حقيقي، بس زي مرضى الجنون في مرحلتهم التانية لما بيمروا بمرحلة توازن فكري، ضحايا الفيروس في المرحلة التانية برضو بيقدروا يحتفظوا بشوية ذكريات. لا بقى، لا طبعا. بص على الهدوم، نظيفة تقريبا صح؟ اقصد مش نظيفة، بس اغلب المسوخ بيبقوا متغطيين بقذارة وعفن. اوكي، لا تتحرك، لا تتحرك يا ديكن. لا درنا سكيب، درنا سكيب لهاد المرحلة هادي. خلاص اوكي، غنرجع للموتوسيكل. بوزر سمعني؟ ايوه صاحبي. عامل ايه يا صاحبي؟ كالعادة لسه برا بتجري ورا الطيارات. ايوه، ما عنديش فكرة. اللي قال لي عليه أوبراين شكله قديم. نيرو هنا هتعمل مهمات ميدانية وهتدرس الكسوف، مش عارف ليه. أنا لازم أمشي، بس كسو عدى عليا وقال إني هنضف الهرم ده طول اليوم. قول
ركزوا طص. لا 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 دير اللي يا فخ اخ اخر كلب اخ عادي عادي اح المسكوك ايش في حد ضرب ايش لا 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 بقى وحده لا تعالي تعالي موتي السلاح خطير اوكي تمام هبا اقول سلام خلاص يلا صوت ودي ابدو هادي لوست ليك عندنا لي لوست ليك يلا افتحي 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 البوابة خصني بنزين البنزين لاحظتوش الفريكرز ما كاينينش الممزقين اوكي هنا كاين بنزين علبة بنزين انا محتاجها ابي 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 خلصت اوكي خد خردة شكون هادو يلا تعال حتى لو متشردين اضربوا عليك نار اول حاجه آه. انت يا حقير احنا شايفينك كلب ديك كلب عندها شاتكن شنو هذا اه هذا شدينو اوكي كلاب كانوا غيقتلوه كانوا غيشنقوه اوكي 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 ما تقلقش استحمل انت انت هتموت هنا انا عارف معسكر هيكون امان ليك هذا ديما كيخرج هادو اللي كينقد لاحظتوا هادو اللي كيقد ديك كيشبهوا لهذا واش كاين غا واحد يعطيه هذا بحيره بيسفول مارك كوبلند المكان هناك امان انا كنت حموت مش ممكن يلا 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 شكرا جدا بجد شكرا جدا يا صاحبي
يلا يلا. قول لهم انه كان سانت جون ديكن، هم عارفين. خليك بعيد عن الطريق، ما توقفش خالص. كانوا بغاني يقتلوه ولا الكلاب. ضرموا عسكر ديالنا انا وبوزر. اي الكلاب غير استعمرتوه. اوه هذا موتور ديال بوزر. لا الموتوسيكل ديال بوزر. اوكي هذا الموتور ديال بوزر. هي جبت لك حاجه. اللي انت عملته ده انت رحت جاب له الموتور دياله. انا ما حبيتش انه يبقى مع كوب ويفككه. مش ممكن يا ديك. ثانيه انا قصدي اني عملت كده عشان لو احتجت اجزاء مش عشان انت هتحتاجه. يا خبر شكرا ليك. اكتر حاجه وحشاني السواقه في طريق مفتوح. الأحاسيس غلبانة على بوزر. ما يقدرش يسوق الموتوسيكل لأنكم راكم في الشوق. يا ديك آدي كانت عايزة تقولك إنها دفعت لرجالة عشان يروحوا يجيبوا الموتوسيكل بتاعك. هي فرشة الميكانيكي. استنى إيه؟ اهدى. آدي كانت عايزة تقولك إنها دفعت لرجالة علشان يروحوا يجيبوا الموتوسيكل بتاعك. هي فرشة الميكانيكي. اوكي سيراحة محارب. حلوين كده. لا 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 زيد زيد زيد. نام 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 نام. ليل ومطر وفريكرز. نام 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 حتى الصباح. يلا صبح صبح الصباح اخيرا. الان الجو مستعد للشغل بقى. رائع على بركة الله. نقول بسم الله اصبحنا واصبح الملك لله وهيا بنا نكمل الطريق والمشوار. هذا الموتوسيكل ديال بوزر. اوكي قال لك رحاله مشاو جابوا لي الموتور ديالي. نشوف واش كاين عند الميكانيك. محتاج حاجة؟ عندك حاجة عايز تقولها؟ نشوفوا هادي شنو عندها. كل اللي عايزه عندي. ولا شيء جديد. معطينا الأمر. اختيار حلو. أوكي. أوكي. أنت هترجع تاني. إن شاء الله. إيه الأخبار؟ هذا ولا شيء. إيه الأخبار؟ هذا موتوسيكل ديال ديك. جوزي كان بيجمع الأدوات وأنا كنت بجمع. أهلا. هاي الاخبار. شوفوا هذا شنو عنده. واش عنده شيء جديد؟ اوكي هذا السيلان. السيلندر ديال الموتور كيدير 2000 سنت غالي. من بعد هذه الشاقمه. الشاقمه دايره 1000. هذه مهمه. هذه المحفظه. اوكي هذا الريزرفوار نتاع ليسونس نتاع البنزين. هذا هذا لتفادي الصدمات. هذا حتى هو مهم. ليزامونتيسور. اوكي هذا النيترو. خديت واحد. خديت هذا شريته. اوكي هذا الرواد شكل العجلات.
اوكي لو كنت هتفضل واقف كده اكد عليه في وقت تاني. يلا خلاص خلاص بدنا نضيع نقد. حاول تخلص ده اسرع. تمام ممكن. الشتاء نحن في فصل الشتاء. ماشي اطم من هنا. وبعد نتكلم مع هادي. انا مش عارف حتى ديك في مجموعه من الرجاله قربوا وضربوا نار على البوابه ولما منعنا دخولهم مشيوا. اه مش ممكن. انهي ناحيه؟ هما اتجهوا للغرب بس ما راحوش بعيد. دول نصبين معسكر شمال تالت ايدن. اظن انهم بيخططوا لهجوم تاني فعايزاك تبص عليهم. خلاص ماشي انا هتصرف. شكرا. اوكي مهمه جديده. هذا كوبلان أكيد. لكن مش ده اللي ضحك. اللي ضحك إنهم راحوا النهاردة علشان ياخدوا موتوسيكل لقوا اختفى. أوكي وصلنا للمنطقة. طيب يا ريكي أنا قريب من تل إيدن وفعلا الرحالة بتوعنا لسه هنا. أوكي كاين الرحالة هنا يا هادي. متهيألي هنكتشف ده قريب. ديك نحول. أوه خذ الموتوسيكل مش خليجه. اوكي سان جون من مارك كوبلند ديكن سان جون. رجالة جايين. انت بتقتل ليه؟ يا كوب فينكم فينكم فينكم؟ اطمن بس. في اتنين من رجالتي كانوا رايحين جبل اوليري في نفس اليوم وقالوا انهم يلا ده اللي قدرتوا عليه. نجيتي مين خرجتي موش خد هذا هيقضي الغرض. ادي ايه الاخبار؟ ممكن تقف عند العياده لو في فرصه. هو في حاجه؟ لا انا بس عايز اتكلم معاك. ادي ادي ايوه طبيبة. تمام الدكتوره. الدكتوره ايدي. ايوه صح لازم احرق باقي الاعشاش دي كلها. هش تاني يلا بينا. أكيد لا شيء. أعطينا المهمة هنا. بتهيألي لازم أرجع هنا وأكمل حرق مكان التفشي ده وقت تاني. هذا هنا. موت. رجالة جايين. مستخبي وسط الشجر. هو في مكان. كاينين ثمانية. كاينين ثمانية قتلت جوج بقاو ستة. جاو الفريكرز. ساعدوني نعمل ده.
مات قتلوا واحد جاو عندهم الفريكرز اقتلوا 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 قتلوا واحد بقاو اربعة الفريكرز قتلوا واحد فينكم شو هذا فين كاين اوكي اجي انت تمام بس افتكرتوا هتعدوا تضربوا نار متهيألي جه وقت التحرك يلا تعرفوا تعملوا احسن من كده ماتوا خمسة وقوة ثلاثة 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 بقى عندك قد ايه واحد واحدة واحدة ست ست هادي طلع 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 رأسك رأسك يلا تتخبى بتتخبى أنا هنا أنا هنا ماتوا اوكي تم قتل الجميع يو سايل بونت دلوقتي اكلمهم باللاسلكي اعرف ريكي يلا حصل ايه خلاص مش هيضربوا نار تاني على معسكرات كويس جدا هعرف ايرون مايك عارف كمل في اللي بتعمله وانت ومايك هتكونوا صحاب مقربين في اسرع وقت سلام يا دي خطيره ادريكي هذه سمعتي واش قالت ليه قالت له كمل على شغلك وغتولي عزيز على ايرون مايك دي هو انت طردت الولاد دول وقفلت البوابه ومشيت هذا ايرون مايك ايوه انا فعلا لقيتهم وخلاص مش هيرجعوا تاني شكل الموضوع بيسوء بكميه المتطفلين والرحاله اللي جايين مش قصدي طبعا اغلط فيك ولا يهمك بس فعلا يا مايك الامور بتسوق انا مش عارف بس متهيألي يا مايك زي ما انت بتقول عن السياح اللي دايما بيجوا هنا من كاليفورنيا متهيألي لو بيدي فعلا هختار اكون هنا مش هناك ايوه اوكي ناخده هنا بنزين سلام يا ديك ايرون مايك حول نحن في مدينة كاليفورنيا بـ USA الولايات المتحدة الامريكية ديكن ممكن تعدي عليا طيب خلينا خمن عندك شغل ليا تمام سنت جون حول كويس هيا بنا للمهمة الجديدة
ايدي بغتني في مهمه. الله اعلم. هذه هي ايدي طبيبه دكتوره ايدي. اخبار ويليام ايه؟ ما شفتوش من فتره. بوزر كويس ويليام. وفي حد فينا اصلا كويس اهو بيتعايش تمام. هو حاله افضل مننا كلنا. ايوه اسمع انت محتاج تخلي بالك منه. قصدك ايه؟ هو من بوزر دراعه ده هيأثر على حياته اكيد. ما كانتش حياه حلوه قوي يا ايدي. انت صاحبه صاحبه الوحيد. قالت لي لازم ترد البال من بوزر. علاش قالت لي بحال هكا؟ الله اعلم. بوزر كويس اول مره ليه هيعيش. المهم هفتح لك البوابه. ايدي قالت لي رد بالك من بوزر. هل هناك شيء ما سيحصل لبوزر؟ هذا ما سنعلم. المهمة الجديدة. ابعد عن طريقي. ماشي اوكي. هذا مش هذا معايا. جيت عند هذا تاكر وقيلا. لا هذا تاكر. هذا معسكر هذا تاكر. استنى هفتح البوابة. لا لا مش معسكر هذا تاكر. هذا من هنا. بوزر. شو بوزر مسكين كيخدم؟ الشغل عامل ايه؟ بوزر كيخدم مسكين. خدم بيد وحده. اشوفك تاني. بوزر مسكين. هيا بنا في مهمة جديدة. بوزر كيخدم في مزرعة. انا ما اعرفش هو كويس فعلا. انا ما اعرفش فعلا. لما جالي كان باين عليه في حاجة غادي توقع لبوزر. باين شيء ما سيقع لبوزر. انا هراقبه. خلي بالي انه ما بيعملش حاجة غبية. اشوف ممكن اعمل ايه. مش عارف. لازم تعمل كده يا ديكن. ده هيفرق كتير معاه. العيادة حول. نساعد أوريجن الحرة للحقيقة تخليك حر. لكن قبل الكارثة دي بشهر كتبت بنشرتي الإخبارية وداعا للحرية. وقلت خزنوا أكل ومية يكفي سماعك. لكن مهما كان اللي هيحصل موتو انهم يستعدوا
هادو ذئاب متوحشين هادوك. اوكي 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 موشي موشي او ارنب بس انا هفضل اقول ان عمرنا ما هنعادي بعض. لا يا فندم مش هنعمل كده ابدا. موشي معاكم مارك كوبلن من اذاعه اوريجون الحره. ما تصدقوش الاشاعات. مش ممكن كلام المعارضه بتاعك ده. انت عارف اخر حاجه اعرفها ان الجراد اللي هو انتوا كنتوا مسلحين تماما ودخلتوا قتلتوا كل النمل واخدتوا كل حاجه عندكم. يعني لو هتقعد تقول كلام معاز يا كوب على الاقل شوف شوف هذول الاجبان الشوم مهاجمين ذئاب متوحشين قتلهم اي فرصه متحولين. اوكي هنا قتلنا هادو. كان شي واحد هنا. اوكي يلا خلينا نمشيو نكملو نكمل الطريق. افتح الباب. افتح. هاي تفتكر من كم اسبوع كنا على طريق بالناب القديم. ندخل لي مكان ايرون مايك. منزل ايرون مايك. أتى الليل. تمام. أيرون ميك. ده أفضل مكان هنا. ما أعرفش حاجة. تكلم مع سكيزو. خسرنا ناس كتير جوا. خسرنا؟ خسرنا مين؟ إمتى؟ من كم أسبوع توريز وإيفنز كان بيدوروا على مؤن. قلت لك إنهم. لا أكيد ما عملتش كده. قلت لك إننا رحنا وراهم لكن المدخل كان متدمر وكانت موتوسيكلاتهم برا والمكان مليان مسوخ. ها؟ ما أعرفش حتى لو كانوا عارفوا يدخلوا ولا لأ. المشكلة. احنا بس بنفحص الاوراق اللي كانت في معسكر شيرمان. كان في منجم بيحاولوا الخريطة فعلا وممكن يبقى في متفجرات في الموقع. ايوه لحد ما سكيزو قال لي اننا خسرنا شخصين جوه. استنى انا ما قلتش كده يا مايك. تمام بص هات الخريطه هروح اجيب انا. مش هيحصل ابدا. شوف رجالتك ثانيه بس. ممكن تكون تثق فيه لكن انا لا. الاجواء متوتره. تذكر بتدفع كام دلوقتي في صندوق من المتفجرات؟ اسكت شوية. هو بيقوم بواجبه حقيقي. بيعمل ايه غير فسخ المعاهدة مع الممزقين واهمال شغله والقعدة مع ريكي طول اليوم؟ ايه اللي كان بيعمله؟ ها بتعمل ايه جاسو الغيره بتتفرج والكل بيشتغل هو تيحب ريكي من القتلين والحرامية وكمان الرحالي. دابا كي غير من ديك كفاية بقى حيت ريكي كتعامل مع ديك بص بطريقة كأنه معشر. روح معاه هو ده باكي غير منه. اسمعوني كويس سكيزو كان صاحبه ولا صاحبه ما تنسوش اننا بننتمي ولا الصديق ديالو ولا تيتعامل معاه مزيان ولكن ديك الخرجه اللي خرج مع ريكي باش انا موافق. كيف ما لاحظتوا الصبح هناخد الاجواء اصبحت متوتره حالة. انها الغيره حالا. ايوه حالا في نص الليل. ايوه عارف ان المكان مظلم بره والمسوخ هيكونوا اقل في المنجم. اوه ده صح. انت عارف انك بتهمل شغلك وبتجري ورا التيارات السوداء فانت دلوقتي خبير في حياه المسوخ مش كده؟ لازم تبقى خبير فتعرف ان المسوخ بينزلوا بالليل يا سيدي. تمام بجد؟ كفايه قوي لحد كده. ماشي ماشي عايز نمشي حالا هنمشي حالا لكن ده هيفضل معايا. الخريطه يا دي النيله. اسمع هو كمان عنده مشاكل زي كل الناس بالظبط بس بيشوف شغله. قول ده بقى لتوريس وإيفنز. شو
توريس وإيفنس. من هما توريس وإيفنس؟ ديك، أعتقد أني بتأكد بس أنه ما حصلوش حادثة جوه في المنجم ده. مش ممكن يا مايك، أنت فاكرني مين؟ ده اللي أنا لسه بحاول أكتشفه، هشوفك لما ترجع. أوكي. حقير. حقير، أكيد حقير. ونخش شكون سرات الحلقة ديالنا، الحلقة 14 من تختيم لعبة دايز غون أيام ومضات. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة هذه، وما تنساوش لي لايك، كبس 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 على اللايك، وخليت على قول لي كيف جاتك الحلقة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله نشوفكم على خير. يلا إلى اللقاء، باي.